فانا قررت اطبخ حاجه هنا ببروتين نباتي وبروتين حيواني. سلقت فراخ، هستعمل المرقه بتاعتها، ومن الفراخ نفسها هحمرها وهحط معاها عدس بجبه، وهحط معاها كمان عجينه، يعني هحط نشويات، هحط بروتين نباتي، بروتين حيواني، هحط كذا حاجه في قلب الطبق نفسه. زيت مع سمنه على اساس احمر الفراخ بعد ما بسلقها. حط هنا صدور الفراخ والرجلين، احمرها هنا، وهعمل معاها عجينه على اساس برضو للمشاهدين اللي حابين يعملوا حاجه، يعني الموضوع مش موضوع بس عشان مايكل، لا احنا لسه برنامج طبخ واللي بنعمله ينفع كل الناس. الفكره بس ان احنا بنحاول نقدم له بعض الـ 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 الافكار اللي يقدر يستعملها. ملح، خميره، دقيق، وهعمل عجينه. اثناء ما العجينه بتتعمل هنا دكتور، انا عندي سؤال لحضرتك، بس ابتدي العجينه هنا. وحضرتك كنت تفضلت قلت ان الموضوع يبقى بيعتبر مرض، وفي الحاله دي محتاج علاج، والعلاج اللي هو لازم ياكل، وياكل اكل يتخن. انت قلت له كل ديناميت، كل فلافل على فول على كشري على بطاطس. قلت لك طب واخبار النشويات، هل سكره هيعلى؟ اخبار الدهون، هل كوليسترول هيعلى؟ فقلت لي لا، ده هو بيحرقه اكتر من اللازم، وبتعمل له تحاليل وبتتاكد من كده. طيب هل الراجل زي الست في الموضوع دوت؟ هل في مضاعفات بتحصل؟ ده سؤالين مرتبين يعني، مش سؤال واحد. مضاعفات، اول حاجه بس عشان يعني الناس ما ياخدوش كده الامور بسرعه وافتكروا النحافه سببها اكل بس، احنا لازم في اول جلسه نستبعد وجود اي امراض ممكن تؤدي للنحافه. زي الناس عندها ديدان، ناس بتبقى عندها مشاكل في الغدد، وخاصه الغدد الدرقيه، فلازم استبعد هذا الكلام، يا اما بالفحص يا اما بالكلام مع المريض عشان نعرف تاريخ المرضي. وساعات بنضطر نعمل تحاليل عشان اتاكد ان ما فيش مشكله مرضيه تسبب مرض النحافه. فاذا كان الموضوع كله اللي هو موضوع الحرق ودي مشكله مرض مرضك، هنعتمد على الاكل. لكن هل في مضاعفات للنحافه؟ في انواع كتير من المضاعفات. اول حاجه الانيميا، مرضى النحافه معظمهم بيعانوا من فقر الدم، انيميا. وحتى اللي بيبقوا عندهم سمنه ممكن يكون عندهم انيميا. طبعا يعني الفكره مش ان انا عشان تخين يبقى عندي كل اللي انا محتاجه، ممكن مش شرط يكون اكل بطريقه غلط. نعم. ممكن يبقى عندهم نقص في المناعه. ممكن يبقى عندهم يعني مثلا البنات بتشتكي من مشاكل في الدوره، ودي كتيره جدا، ممكن تاثر على قدرتها على الانجاب، لان في لخبطه في الدوره وفي لخبطه في هرمونات اللي هي المرتبطه بالدوره اللي هو الاستروجين والبروجستيرون. ممكن برضك نفس الراجل يبقى عنده عقم نتيجه ان عنده نحافه شديده جدا، لان هو ما بياكلش، فبالتالي ممكن ما بياكلش حتى دهون تساعد على تصنيع هرمون الذكوره، فممكن يبقى عنده مشاكل الحيوانات المنويه ضعيفه. ولذلك النحافه المرضيه يعني عشان كده بقول لسيادتك ان ده مرض لانه مش داء. لا مش داء، مرض ويؤدي الى مضاعفات. ساعات بنبص نلاقي في مشاكل نفسيه ورا عدم الاكل، يعني واخد بالك يعني. ولذلك الكلام مع المريض بيبقى ساعات مهم جدا جدا، ان انا اعرف اذا كان في عامل نفسي. يعني واحد مثلا، واحد عايشه مع مره جات لي واحده عايشه مع مرات ابوها، وبعدين منكد عليها حياتها، فبالتالي البنت فاذا ممكن بتعاقب نفسها. طبعا ممكن يبقى مكتسب، اكيد يعني اكيد يكون وراثي، يكون ممكن يكون جيني، ممكن يكون مكتسب نتيجه ظروف البيئه والوسط اللي حواليه. طبعا النحافه بتسبب مشكله نفسيه عند المريض، يعني بلاحظها في البنات. يعني بنت تقول لي انا بضطر البس اتنين بنطلون او ثلاثة بنطلون عشان تدي احساس ان هي، يعني في حين ان في ناس تانية بتشتكي انها وزنها زايد. ما دي
وتلاقي ده مش عاجبه حاله وده مش عاجبه حاله يعني. اسف بس قبل ما انا عملت عجينه هنا اللي هي حطيت عليها الدقيق وميه وشويه خميره ما بسيبهاش تخمر كتير يعني على اساس ان ديت بقسمها الكور وبعد كده بحط الكور يعني بعملها زي اقراص صغيره. وحمرت فراخ حمرت الفراخ في زيت وسمنه وفي نفس زيت الفراخ هحمر دول هنا اهوت شويه بحيث ان ده هيكون خليط يبقى النشويات يعني زي ما بتعمد من اول الحلقه ان احط نشويات احط بروتين احط خضار يبقى كله موجود مع بعضه في طبق واحد. اسف يا دكتور اتفضل. فالمشكله النفسيه دي للبنات اللي هي بتلبس بنطلونات البنات تلبس بنطلونات ساعات بتحاول تداري النحافه بتاعتها لان هي حاسه انها مختلفه عن البنات اللي هم ما عندهمش مشكله. نعم. ف بنعاني مريض النحافه ده يعني لازم نتعامل معاه على انه مريض مركب عنده مشكله حرقه زايد قوي. وبعدين بتصور دايما وانا بتكلم مع مريض النحافه لان هو بيبقى عصبي جدا. نعم. واي كلمه تثيره. نعم. وبالتالي لان الحرق عنده عالي مع العصبيه الزياده. نعم. واساله ايه انواع الاكل بيحبه اتصور ان هي نفس الممنوعات اللي هي المفروض مريض السمنه ما ياكلهاش. يعني اقول له ايه انت بتاكل عيش يقول لي باكل عيش اسمر. طب يا سيدي ده بتاع السمين. طب ليه هل انت عشان بتحبه ولا مش عايز تدخل يعني؟ لا عشان بحبه. تصور هل هو ده حاجه حصلت كده ان هو حد ياكل خلل في خلل في الحاله النفسيه بتاعته ادت لانه بيحب نفس الاكل بتاع مريض اللي انا عاوز مريض السمنه يعمله يعني. طب بتحب حلويات ولا لان انا عامل لك ما بحبهاش برضه شيء. ها ما بحبهاش ما بيحبش الحلويات. يا سبحان الله. على الرغم ان مريض السمنه ده يعني بيعشق حاجه اسمها حلويات يعني يعني بيقعد قدامك مريض السمنه يقول لك بس خلي بالك يا دكتور يعني النظام لازم يبقى فيه حلويات. ما نقدرش نخبطهم على بعض. اه انا هعمل هنا العدس. حطيت هنا بصل هحمره مع شويه ثوم وانا ناقع عدس بجبه على اساس هسويه معاهم. ودي طبعا وصفات اللي احنا بنعملها ممكن اي حد يعملها مش للنحافه بس. احنا بنطبخ واكلنا العادي هو اللي بنقدمه لكل الناس لكن احنا بنقول اما نجيب اخصائي يقول لك كل من ده اكتر زي ما الدكتور بيقول. مريض السمنه لو بيتفرج علينا ما ياكلش الحلقه الفقره اللي جايه. اه لان انا عامل حاجات حلوه كتير. اه وحلوه قوي. اما بالنسبه للي عنده النحافه محتاج ياكل منها. ممكن ياكل اشيف بس كميات صغيره. انا دايما مريض السمنه اقول له انا مش هحرمك. اصل الحرمان مشكله لان بالزبط. انت لو حرمت اي شخص انت عارف الممنوع مرغوب يعني بالظبط اكيد هيتضايق. لا اقول له دوق. مايكل عاوز يحرمه بقول لك عاوز يوم مفتوح ما بقاش فيه اكل ما ياكلش فيه. يوم مفتوح يبقى ما ياكلش ما ياكلش. يوم الفري بتاعي يا دكتور. يوم الفري بتاعه. كان حطيت انا جنزبيل كركم ملح وفلفل هسوي دي بشويه هنا من المرقه هسيب كل دول يستووا مع بعض ويوصلوا للمرحله ديت. ده بيكون العدس اللي هو البروتين النباتي. دي قطع الخبز اللي عملناها نحطها هنا نخلص من الدهن الزياده نحطها هنا اهو وابتدي هعمل الطبق دوت او الصينيه ديت اللي فيها كل الحاجات الحلوه ديت مع بعضها. اجيب صينيه كبيره هحط العيش ده هقطعه يعني اجيب العيش ونقطعه كده اهو بالطريقه ديت وهو سخن وعندي شويه متقطعين يعني كلها حاجات معموله قدام عينك هنا اهو. ومع دول بحط فراخ صدور الفراخ والرجلين دول برضو مسلوقين ومتحمرين وخليت حط كل ده هنا خليت نفس الزيت اللي بستعمله واقلبهم دول مع بعض واحط معاهم العدس
ده يعتبر برضو ديناميت بس مختلف شويه، معمول في البيت. او وصفه جديده ممكن تجربوها اسمها رفيسه، حاجه مختلفه مميزه. باخد شويه من العدس بجبه اللي بكركم وملح وفلفل، نحط هنا اهو، نقلبهم على بعض، اسقي دي بشويه صغيره من الشوربه، شويه شوربه صغيرين، اتاكد ان كل دول تدخلوا مع بعض. لو حبيت افصص الفراخ ممكن افصصها ويبقى عندي حاجه هنا مختلفه شويه فيها البروتين النباتي والحيواني والنشويات، وممكن نحط عليها شويه صغيرين من بصل اخضر للتزيين.